الفنانة السورية ريم مهرات، نورتي بيت الفن. تسلم، حياك الله. ريم، ايش كثر مهم للفنان يترك انطباع ممتاز لما يغني وخاصة في بدايته لدى أهل الاختصاص؟ لازم يكون عنده طابع شخصي بيخصه، هوية شخصية. هلا في ناس بتقلي صوتي قريب شوي لديانا حداد. نعم. خسرت كل الناس علشان استحملت اللوم، حاولت تفكر انت ليه بتحب نفسك اكتر، ارجوك تقدر حبي ليك بالشكل ده مش هقدر. بيت الشهرة، حلو. بيت الأسرار. أسرار كثيرة. أطلقتي على حالك، كده راح تقولي لي عاصح اللي أنا اللي حكى لا. السلطان ريم مهرات. إيه، أول شيء أنا ما بتقارن بأبو وديع. أبو وديع أبو وديع. إحنا ما أنا حنيله احتراما لأبو وديع. حجزتي مكانك بالعالم العربي، ما فينا ننكر. بس أنا مو سلطان. أنا مو ذنبي إذا تلقبت من الفانز سلطان. هذا أنا. ما اقدر اكون غيري انا، انا الربيع، انا الخريف، امشي بخيالي مع كل طيب. مرحبا. لحظة، بتحبي المشاكل؟ بتعتبريها شهرة ولا لانك قوية؟ ما عملتي؟ بل أنا عاملة شفايفي بس؟ عاملة النوفي. بلشوا يطلعوا عادي. بقول شو فيها يعني. أنا شخصية غريبة. حلو. بحبوا يضايقوني لأنه ما عادة أنا ما بقرب على حدا ولا مشكلجية مع حدا. تآمروا علي وطلعوني. ليش؟ ما بعرف، لأني قوية. لأنك قوية تآمروا عليكي؟ أنت مقتنعة بهالحكي؟ لأني حدا قوي. بدهم حدا ضعيف؟ طلعتي منهم أحسن ما دخلتي؟ شو هوي هالحكي؟ لك في ناس بأوهامها كبرت، وناس بتنسى كيف تربت، وفي ناس بمطرحها بقيت بين الماضي وبين الحاضر، مش قادر انسى مش قادر. قال ما فيك تغمض عينيك وتعمل حالك ايه مش شايف، صدقني بتروح عليك، قوي قلبك ليه خايف. هالزمن اللي وصلنا له ما بيترك حدا على حاله، ايه والله وصدقوا اللي قال، هالدنيا خلقت للشاطر.